يعني وزير الماليه وزيره الماليه تصرح في تصريحات يعني زادت احباط البارح الموظفين البنك الفرنسي. يعني قالت حوايج والله العظيم يعني من المضحكات المبكيات. يعني وزاره الماليه وزيره ماليه تجي تقول الدوله اليوم غير قادره على فعل اي شيء في الموضوع البنك الفرنسي التونسي غير الانتظار. يعني انتظار بطبيعه تعرفوا القضيه اللي كان يحكي عليها قضيه تحكيميه في بريطانيا على النيفو سردي تقول يعني اليوم 920 مليون دولار ممكن نخسر. يعني نورمالمون يقول لك نجموا لا يقدر هو 920 مليون دولار. نحبوا بالتوضيح خاطر حتى واحد اللي نجم يعطينا الشيفر بريسي هو الشيفر خرج سيفري يعني في دي جورنو الكترونيك وفي عده يعني صحف لكن حتى واحد اللي نجم ياكدوا لنا لليوم وزاره الماليه اللي هي قابلتنا نهار 2 جام في قابله المكتب النقابي نتاع البنك الفرنسي التونسي قالت لنا انذاك اثر الاجتماع على صار معاها قالت راهو اليوم احنا باش ننظروا في الامور البنك الفرنسي التونسي اعطتنا رسالات طمعنا على اسيي دو يعني بوزيتيفي اورك اليوم البارح قالت لكم قالت لنا بالضبط قالت لنا راهو احنا اليوم ان شاء الله باش نعملوا لجنه هذه حاجه مهمه ياسر قالت لنا باش اون فا الابوري ان كوميسيون باش تقوم يعني بالنظر في موضوع البنك الفرنسي التونسي وبحول الله راهو اموركم مريقله ما ثم حتى قلق يعني بون سي فري موجوده القضيه او نيفو دو لا سير دي اما راهو اون بو لا يعني اون بي لا اون بو لا فوالا بالضبط يعني طمأنتنا كما برشا وزراء قبلها زاد طمأنونا اذا ذاك اللي البارح نسمعوها في خرجت في اذاعه من الاذاعات تقول الا راهو في الاذاعه الوطنيه ايوه في الاذاعه الوطنيه بالضبط تقول راهو المؤسسه يعني قالت عكس اللي قالته لنا يوم 2 جانفي تقول لنا الا راهو اليوم الدول غير قادره على فعل شيء غير الانتظار في القضيه هذه تقول الا المؤسسه عندها اشكاليات ماليه صعبه ديون مرتفعه انا نحب نفهموا حاجه الاشكاليات الماليه الصعبه اللي وصلت لها اليوم البنك الفرنسي التونسي وهالديون المرتفعه شكون السبب فيها؟ السبب فيها هي سياسه الحكومه السياسات من قبل 14 جانفي لبعد 14 جانفي قبل 14